بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة حكم المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول. نظم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي زنداك التشيري السوسي المغربي. قال الناظم حفظه الله: إن مات عاقد على المرأة من قبل الدخول فلها الإرث زك، وتأخذ المهر جميعا بالوفاة، لا بد أن تعتد كالذب من نفاه، إن كان ذا العقد صحيحا أو ذكر، فيه اختلاف عندهم قد اعتبر. هذا هو الصحيح والمشهور في مذهب مالك فنهجه اقتفي. دليله حديث بنت واشق بروع اسمها فهمن يا حاذق، وقد رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم، وليس فيه من وهن.